السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معكم في مطبخ أم عدلان أم كوثر، معكم الأخت أم عدلان. أتمنى لكم إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم جيتكم بواحد الوصفة رائعة يا البنات، اللي كامل راكم تحوسوا وحنا كامل نحوسوا لها، ماشي غير نتوما. دونك عندنا نعرفوا حنا الغريبية العادية المقبة من الفوق، واللي فيها كاين دونك كاين اللي يديرها سامبل، كاين اللي يديرها بالقرفه، كاين اللي كل واحد كيفاش يديرها. المهم تاعنا تاع زمان هي الغريبيه، حنا عندنا في جهتنا الشرق ما نديروهاش القرفه، مي كاين دوك بعض التغييرات. جبت لكم هذه الوصفه تاع الغريبيه البيضاء اللي راهم كل شيء حوسوا عليها، يعني الجميع، وانا بذاتي كنت نحوس عليها ولقيتها الحمد لله. نبداو على بركه الله. بسم الله. لي زانغريديون عندنا غير ربع، ماشي ربع ديجا، هذه ماشي ضروريه، يعني عندنا ثلاث مواد، فوالا يعني ثلاث مكونات. واش نحتاجو هنا؟ اي كيله تكيلو بها البنات كملوا بها. انا عندي هنا كيله نتاع زبده على درجه حراره المطبخ، ماشي دايبه غير مطلوقه وصحي. كيله كيما هنا كاس نتاع زبده، كاس الا ربع سكر كلاصي، وهنا الفارينه نحتاجو نورمالمون زوج كيسان، وعلى حسب النوعيه تاع الفارينه نقدروا نحتاجو زوج كيسان قل ملعقتين، نقدروا زوج كيسان قد نقدروا زوج كيسان وملعقتين. وهذا المكون اللي راه ماهوش اساسي، مي تقدروا تستغناو عليه، ملون ابيض تقدروا تخليوه نورمال. نبداو على بركه الله. هنا بسم الله، هنا نديرو السكر كلاص هنايا كيما راكم تشوفوا، نديروه كامل. صدقوني وصفة يا البنات رائعة، ما فيها لا خميرة لا بيض لا حتى شي حاجة، دي وصفة هائلة. هنا سمحولي البنات على والله صدقوني ما كنتش متوقعة بلي يعني حتى نكملت ندير الفارينة، وباش عرفت روحي بلي راني مانيش نصور راح تحذف لي المقطع، سمحولي وما قدرتش باش نعاود، مي ماشي مشكل. المهم البنات درت الزبدة ودرت السكر، وهنا درت الكاس الاول نتاع الفارينه. سمحوا لي بزاف بزاف والله الا سخيت لي، كنت راني نصور سبحان الله، بعض المرات يعني تصرى البنادم ماشي مشكل. المهم كنت قلت لكم وما صورتش، ما عرفتش علاش، كنت قلت لكم بنتي كانت حابه تدير بصح خفتها ترون مع الكا كاين في الزبده، درتها كوميون كريم كوميون بوماد. وبنتي قلت لها ما نقدرش نعطيها لكم، جات بالفوي نقدر، باسكو ما تجي تحيد هذا الشيء من عندها راح تروني قبل ما ترون روحها. المهم البنات الكاس الاول درناه، ومازال دوكا الكاس الثاني نديروه بالتدريج شويه، نديروه بالتدريج يعني ما نديروش كامل، شكرا هيتعاون فيا بنتي، بشويه بشويه نخليو منه هكذاك حوالي ربع كاس، حوالي ربع كاس. فوالا كيما تشوفوا، والله سمحوا لي المقطع كان تحذف ومشي تحذف، انا مانيش نصور نسخيت يعني نصور معليش. المهم لي زانغريديون ما كانوش كاينين بزاف، اغوزمون 3 زانغريديون غير الفارينه السكر والزبده، هذا ما كان. كيما راكم تشوفوا البنات انا مازالت ما تكونتيش، يعني راح تهز لي ديجا هنا زوج كيسان، وتقدر تهز لي بلوس شويه. الا شفتوا رواحكم البنات جاتكم ناشفه، وكاين بعض المرات تجيكم نورمال مع الاول، اون فوا ديروا الفارينه تخليوها تبقاو زعما تليمو في ديك العجينه، تقدروا ثم تيبس لكم. الا يبست لكم انا راح نوريكم واحد الحل، ما تقلقوش خلاص خلاص البنات. هنا راه عندي زوج كيسان، وهنا هكذا حوالي ملعقتين تاع اكل تاع فارينه. راح نقول لكم انا لو كانت تنشف لكم وتيبس لكم راح نزيدوا فيها واحد المكون رائع اللي هو ماء الزهر، تقدروا من ملعقه حتى ملعقتين. هنا هذه ملعقه ثالثه كيما راكم تشوفوا البنات، هذا كل شيء سهل صدقوني، كل شيء راح يجي هايل. هكذا البنات انا راني درت الكيله اللي كيلت بها هي الكاس، جاوني زوج كيسان وربع نتاع فارينه، يعني على حسب الفارينه والنوعيه تاع الفارينه. انا مولفه نديرها تجيني زوج كيسان وملعقتين هكذاك، وكاينه هذه الفارينه تشرب بزاف دونك هزت لي زوج كيسان وربع، يعني المهم هي زوج كيسان تكون يعني اكيد. شوفوا البنات كيفاش ديروا هنايا، شوفوا راها ولات لنا عجينه متماسكه هايله، لو كان انا ما هي جاتني هايله البنات بلا ما ندير لها حتى اضافات. مي نتوما لو كان تنشف لكم دركا باغ اكزومبل مادام راها تشرب قادره تشرب لي انا، لو كان تنشف دونك كيما قلت لكم هاد العجينه تقدروا ديروا لها ملعقه حتى ملعقه ونص تاع مزها، وما تخافوش عليها نهائيا راح تجي هايله. شوفوا البنات كشغل تدلكوها، ها كشغل تدلكوها، شوفوا كيفاش ديروا لها،
هذا شوفوا البنات بالكف تاعكم هكذا شغل ندخلوها في بعضها مليح، باسكو راها سكر وزبده، يعني الزبده هذيك تحب تتلايم وتحب تتمحر مليح ديها. او ميم طون البنات ما فقتوش بيا انا اللي باش اللايم كيما يقولوا لي زاجيغوا نطمو هذا الفارينه اللي راهي هنايا باش نلايمها. او ميم طون المهم باش نضحككم شويه بغيت نوريلكم كيما راكم تشوفوا هكذا. فوالا يعني راكم تشوفوا فيها تجي هائله، اون بات ماهيش ناشفه يعني ماهيش يابسه. انا هنا البنات تال مانيش موافقه نديرو بزاف، هذا الملول الغذائي راني زيدو شويه برك ماشي بزاف وماشي زعما راكم مطالبين باش ديروه ولا ماشي ضروري. انا هنا نسيت ما درتوش من ديبار، انتم البنات ديروه من الاول باش يعطي لكم واحد البيوضيه واحد اللمعان. هذا مكان يعني ماهوش اجباري باش ديروه، هذا مكان فوالا. هنا البنات كيما راكم تشوفوا على شغل الطابل دو طرافاي، دونك ديروا هنايا هكذا. هي الا كان شفتوها ما تلايمكمش عاودوا كيما يقولوا طموها هكذا وديروها، او الا شوفوا مليحه من ديبار كيما قلت لكم انايا كشغل تدلكوها مليح. فوالا الا شفتوها ما حبش تلايمكم زيدوا لها شويه ما زهر، ما تخافوش منها ما راح تقصح ما والو. انا عندي لاباط راهي مليحه يعني ماهيش ناشفه كيما راكم تشوفوا البنات هكذا، وديروها على شكل حربوش. شوفوا كيف راه تلايمت لي ما شاء الله. كاين اللي يحب يديرو خشين، كاين اللي يحب يديرو رقي. وانا في هذه المرحله راني ديجا كيما الفرن شعلته على درجه 180 درجه مع الاول يكون سخون من الفوق من تحت اكيد، ومن بعد نولي نطفي له من الفوق خليه غير من تحت. حنا بغيناها تكون بيضه، حنا بغيناها تكون بيضه ما بغيناهاش تكون حمراء كيما الغريبيه العاديه. فوالا البنات كيما راكم تشوفوا هكذا هنا دوكا نقسمها على زوج، خلي الحربوش الاول هنا والثاني هكذا هنا كيما راكم تشوف باش نحيد هاد الاصابع ما يبانوش، ندير غير بالكف كيما راكم تشوفوا. فوالا فوالا كيما راكم تشوفوا فيه هكذا. هنا راه شويه ما عرفتش علاش كي قطعتو دونك هنا ما تلايمليش مليح بصح معليش. فوالا هكذا راه تلايم هايل كيما راكم تشوفوا. نديرو نيفو واحد هكذا. هنا البنات اول حاجه نديرو هاي الفرشيطه، نجيبو الفرشات بسم الله وندير له هكذا خطوط. شوفوا خطوط عشوائيه كيما نديرو الكروكي، وصفه هائله يا البنات. هنايا ما بانتليش مليح، وصفه هائله يا البنات يعني غير سيوها ماكوش راح تندموا عليها نهائيا. هنا اوب مالا ديروا حبات كبار ولا صغار كيما تحبوا نتوما، اختيار يكون ليكم نتوما. كيما راكم تشوفوا تقطعوها بالموس ولا بهذا التريك اللي عندي كيما تحبوا تقطعوها، يعني كل واحد كيفاش يحب. انا حبيتها هكذا باش تجيني مشرفه تجي هنا موجه. ونديروها في السنيوه هذه كيما راكم تشوفوا السني هنا البلاطو هذا. نهزوا الحبات درتهم هنا شويه صغار، نديرهم هنا في البابي هذا بابي كويسون. واللي حاب يدهن البلاطو بالزيت ولا الزبده ويدير الفرينه يدير كيما شفتوا هكذا البنات. ها راه ديجا هذيك الكميه راه حيدت لي برسك 20 حبه ولا صافا سايغا بوغ نو. وبنتي راهي من هي راهي تسنى راه تقول لي يلا الزربي ماما باسكو تحبها مع قهوه العشيه ماهوش مشكل. دون 7 حتى ل 10 مينوت تكون واجده ان شاء الله ميم با. كيما قلت لكم نشعلوا لها الفرن من تحتها مع الاول في زوج وبعد نطفيو لها الفوقاني نخليو غير التحتاني على درجه 180 درجه هي تحمرنا من تحت ونخليوها شويه بيضه وحنا نطفيو من الفوق راه تكون طايبه غير تهناو دائما. يلا نرجع لكم بعد ان شاء الله. لهنا البنات بعد ما طبنا شوفوا شعلنا لي غير من تحت، شوفوا يطيب لنا سواء بيض سواء يجينا في الدوري كيما راكم تشوفوا، ومن الفوق يجينا بيض ما تخافوش راه طايب. شوفوا هذه هي النتيجه وراه يجي هايل يجي ما شاء الله. ما ننصحكمش ان شاء الله ديروا على هذه الحبه الصغيره، انا بنتي تبغي تخلط وتبغي دير قالت لي ديريها لي. المهم شوفوا البنات تجي خفيفه وراهي سخونه صدقوني تذوب في الفم. شوفوا شوفوا كي تجي شوفوا تجي هايله هايله هايله. المهم انا راه سخونه جاتني بزاف. المهم الى عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم
ما تنسونيش بلي لايك والاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى الملتقى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ونتمنى لكم ان شاء الله تكونوا دائما الف صحه وخير. مع السلامه.